اجل تجسيم شعارات الثورة الا وهو شغل حرية أين نحن من السيادة الوطنية؟ أين نحن من استقلالية القرار الوطني اليوم؟ نعم يا شعب تونس، بلادكم اليوم أنتم أمالها، أنتم أمال هذه البلاد، قدركم يا خدام تونس أن تدافعون على مناعة هذا الوطن. هناك أي إدارية وطنية احنا عندنا مؤسسات في الاتحاد هي تتخذ القرارات، ولكن بهذا الزخم النضالي وبهذه الاراده الحقيقيه ستكون الهيئه الاداريه يوم السبت اشكال نضاليه تصعيديه، ونترك الامر للهيئه الاداريه الوطنيه.